بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة مع كتاب بيالليغ إي كومبوندغ. طبعا انتهينا إلى هذه القصة كما رأينا، ليستوار دي بوتي بواسون غورمون، ليستوار دي بوتي بواسون غورمون. فهذه الفقرة إن شاء الله سنرى لارب إي لو سوريزيي، إذا نتكلم عن العشب ثم شجرة حبل الملوك. اي لو سوريزيي، اذا نتكلم عن شجرة حبل الملوك، لي سوريز حب الملوك. اذا كما تلاحظوا هنا لارب اي لو سوريزيي سي لو تيتر دو سو تيكست، اذا نتكلم عن عنوان هذا النص. اوفر تيزيو مونيك لو برانتون اي لا ايكوت لي روندال لو برانتون اي روفوني. اوفر تيزيو مونيك لو برانتون اي لا ايكوت لي روندال لو برانتون اي روفوني. اوفر تيزيو، عندنا امر هنا، اوفر تيزيو افتح عينيك، افتح عينيك. اوفر تيزيو مونيك لو برانتون اي لا، اذا فصل الربيع هنا، فصل الربيع هو هنا. لو برانتون اي لا، فصل الربيع هنا. لو برانتون اي لا. ايكوت لي غوندال، اسمع لي غوندال طائر السنونو. ايكوت لي غوندال، اسمع السنونو، المقصود هنا اسمع غناء هذا الطائر. ايكوت لي غوندال لو برانتون اي غوفوني، اذا فصل الربيع عاد. هنا عندنا لو برانتون اي لا، فصل الربيع هنا. هنا عندنا لو برانتون اي غوفوني، اذا عندنا لو فيرب غوفونيغ، غوفونيغ عندنا لو فيرب revenir. Ouvre tes yeux Monique, le printemps est là. Écoute les rondelles, le printemps est revenu. Hier, c'était encore l'hiver. Hier, l'ams, maqsoudouna bl'ams, c'était encore l'hiver. Kana lazal, faslou chita. Taban adna le verbe être, msarraf fi l'imparfait. Tentkelmou ala, annou kan. Taban l'imparfait tidul ala l'madi. ولكن الاستمرارية في الماضي، تنتكلم على واحد الفعل اللي كان مستمر واحد الوقت طويل في الماضي. فصل الشتاء ما كانش غير نهار أو يومين أو أسبوع، إذا كان لمدة طويلة شيئا ما. سيتي أونكوغ ليفيغ، إيغ بالأمس، كان لا يزال فصل الشتاء. أفيك لو سيال غري، مع السماء الرمادية. طبعا السماء رمادية، لو سيال غري اكوز دي نواج غري، بسبب السحب الرمادية. اذا طبعا بالامس كان فصل الشتاء مع سماء رمادية، لو فون، ثم كان هناك ريح لا بلوي، ثم كان هناك مطر لا بلوي، ثم سوماتا. وهذا الصباح مونيكا اوفير لا فونيتر دو سا شومبر، مونيكا اوفير لا فونيتر دو سا شومبر. اذا هذا الصباح مونيك فتحت لا فونيتر دو سا شومبر، لا فونيتر دو سا شومبر، إذا فتحت نافذة غرفتها. ثم مونيك ا اوفير لا فونيتر دو سا شومبر، إذا هذا الصباح مونيك فتحت نافذة غرفتها. او لا بيل سوربريز، او لا بيل سوربريز، آهين على المفاجأة الجميلة، آهين المفاجأة الجميلة. لو برانتون إي لا، فصل الرابع هنا. لو سيال اي تو بلو، لو سيال اي تو بلو، السماء هي كل زرقاء، السماء هي جد زرقاء. لو سيال اي تو بلو، الى في سا تواليت. طبعا نقول عن شخص بانه الى في سا تواليت، المقصود انه مشط شعره، بانه غسل وجهه، بانه حلق جزءا من شعره مثلا. على كل حال حسن من مظهره، إذا نقول عن هذا الشخص إلى في سا تواليت. إذا هنا طبعا نتكلم عن لو سيال إي تو بلو، إلى في سا تواليت، إذا السماء هي زرقاء جدا. كما نقول أنها نظفت من حالتها، أنها حسنت من مظهرها. إلي بيا لافي، هي جد مغسولة، مقصود أنها جد منظفة. نقول عن شيء بأنه إلي لافي، يعني أنه غسل، تم تنظيفه. إذا إلي بيا لافي، إذا هي جد منظفة كما نقول. بيان بروبر، جد نظيفة، جد نظيفة.
جد نظيفة. إذا في فصل الربيع تبدو الطبيعة طبعا جد خلابة، تكون هناك خضرة، تكون هناك سماء زرقاء صافية، إذا يكون جو مبهج. إذا hier c'était encore l'hiver avec le ciel gris levant la pluie. Ce matin, Monica a ouvert la fenêtre de sa chambre. Oh la belle surprise! Oh la belle surprise! Le printemps est là, le ciel est tout bleu. Elle a fait sa toilette. Il est bien lavé, bien propre. Le printemps est venu cette nuit. Le printemps est venu cette nuit. Le printemps est venu cette nuit. إذا فصل الربيع إي فوني هو جاء. طبعا عندنا هنا لو فيرب فونيغ، طبعا لو فيرب بحال اللي شفنا قبل قليل غوفوني، هذا لو فيرب غوفونيغ، هذا فعل رجع. هنا عندنا لو برانتون إي فوني، فصل الربيع جاء، فصل الربيع جاء. سات نوي هذا الليل. طبعا مونيك عندما فتحت نافذتها نظرت خارج النافذة، إذا فكانت المفاجأة بأن فصل الربيع جاء وكأنه أتى تلك الليلة. إذا لو برانتون إي فوني سات نوي، إذا فصل الربيع هو جاء هذه الليلة. إلا جوتي دي فلور سور دي زارف، إلا جوتي دي فلور سور دي زارف، فصل الربيع كما لو أنه أتى بالليل ثم رمى أزهارا على الأشجار. طبعا الأزهار هي تنبت من الأشجار، لكن طبعا الطفلة تتصور بأن هذه الأزهار رميت على الأشجار ولم تنبت منها. لو برانتون إي فوني سات نوي، إيل أ جوتي دي فلور سيغ دي زارف، لو سوريزي دو جاردان إي تو فيير، لو سوريزي دو جاردان إي تو فيير. إذا لو سوريزي شجرة حبل الملوك، دي جاردان شجرة الحديقة، شجرة حبل الملوك الخاصة بالحديقة. اي تو فيير انها جد فخورة، شجرة حبل الملوك الخاصة بالحديقة كما نقول بانها جد فخورة، تفتخر بنفسها بهذا المظهر الذي تظهر به، تفتخر بنفسها بهذا المنظر الذي تبدو به. لو سوريزي دي جاردان اي تو فيير، إذا شجرة حب الملوك الخاصة بالحديقة إي تو فيير، إذا هي جد فخورة. جو سوي بو أنا جميلة. طبعا نتكلم عن الشجرة هي كلمة مذكرة، إذا سيقول هو هنا جو سوي بو أنا جد جميل. نتكلم عن الشجرة، شجرة كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية، إذا طبعا الشجرة مادام أن مذكرة إذا ستقول أنا جميل جو سوي بو، إذا المقصود أنا جميلة. غوغاردي موا انظروني، غوغاردي موا انظروني. طبعا عندنا لو فيرب غوغاردي الامبيراتيف، مصرف في الامبيراتيف، الامبيراتيف هو الامر. غوغاردي موا انظروني. إيل دي أليرب، إذا شجرة حب الملوك تقول للعشب إيل دي أليرب، هي تقول للعشب. ماذا ستقول للعشب؟ بوفا بوتيت، طبعا ليرب العشب كما في اللغة العربية، في اللغة الفرنسية على العكس كلمة مؤنثة. إذا كما لو تقول هنا بوفر بوتيت يعني الفقيرة الصغيرة، المقصود هنا أيها العشب الصغير الفقير. تي نا با دو فلور، أنت ليس لك أزهار، أنت فقير، أنت لست مثلي. بوفر بوتيت أيها الفقير الصغير، تي نا با دو فلور، أنت ليس عندك أزهار مثلي أنا. تي لاد، تي لاد، طبعا في المؤنث نقول لاد، في المذكر نقول لي، في المذكر نقول لي، طبعا نحذف هاد أه الخاصة بالتأنيث. تي لاد، أنت قبيح، أنت بشع، أنت مقزز، منظرك مقزز، أنت لست مثلي، عندي أزهار. تي لاد، ثم تقول شجرة حبل الملوك موا جي دي فلور مانيفيك، أنا عندي أزهار جميلة. موا جي دي فلور، موا جي دي فلور مانيفيك، أنا عندي أزهار جميلة. كما تنشوفو بأن عندنا لو فيرب أفواغ مصرف مع جو في البخيزون، نقول جي تويا إل أن نو زافون فو زافي إيزون،
ils ont des fleurs maintenant magnifiques. Ils ont des fleurs magnifiques. هم عندهم أزهار جميلة. عندما نقول جي تويا إل أنو زافون، إذا نقول نو زافون دي فلور مانيفيك، نحن عندنا أزهار جميلة. إذا عندنا أفواغ بعدو اسم، إذا غيفيد الملكية. جي دي فلور مانيفيك، أنا عندي أزهار جميلة. إل سلاف، إل سلاف، جيسكو سيال. إذا هاد الأزهار ترتفع، ترتفع إلى السماء. أنت أيها العشب لا تتجاوز الأرض، وفوق هذا أنت لا تملك أزهارا. إذا منظرك بشع. Tu es laide. Moi j'ai des fleurs magnifiques. Moi j'ai des fleurs magnifiques. Elles s'élèvent jusqu'au ciel. الأزهار ترتفع إلى السماء. إذا هي تملأ الفضاء. كما نقول. L'herbe ne répond pas. إذا طبع العشب ne répond pas. لم يجب. عندنا هنا لو فيرب ريبوندر. ليرب نو ريبوند با. العشب لم يجب. طبعا هي قالت هذا الكلام تحتقر فيه العشب، لكن العشب رغم ذلك لم يجيب. ليرب نو ريبوند با. إلي ساج، إلي ساج. كما نقول هنا بأن هي متعقلة. المقصود نتكلم عن العشب. هنا العشب نقول عنه بأنه متعقل. إي موديست. ومتواضع. العشب نبات متعقل كما نقول ومتواضع، لذلك لم يرد على كلام شجرة حب الملوك. لو برانتون اي فوني سات نوي الى جوتي دي فلور سور لي زارب لو سوريزي دو جاردان اي تو فيير جو سوي بو روغاردي موا إل دي أليرب بوفر بوتيت تو نا با دو فلور Tu es laide. Moi j'ai des fleurs magnifiques. Elles s'élèvent jusqu'au ciel. L'herbe ne répond pas. L'herbe ne répond pas. Elle est sage. Elle est sage et modeste. Pendant la nuit. Pendant la nuit, l'orage gronde. Et dans l'atna al-layl. وفي ليلة ما. Pendant la nuit. وأتنا الليل. L'orage. لوغاج نقصد بها العاصفة. ماذا فعلت العاصفة؟ لوغاج غروند. إذا لوغاج غروند. طبعا لو فيرب غروندي أنك تحدث صوتا ضخما كصوت الرعد. إذا طبعا جاءت عاصفة في الليل بصوت مدوي. جاءت عاصفة بالليل بصوت مدوي قوي. لوفون سوفل. لوفون سوفل. إذا كمان نقول بأن الريح تهب أو تصفر. لا بلو طومب. ثم المطر ينزل. المقصود بأن المطر نزل. لا بلوي إي لوفون أغاش لي فلور دي سوريزي. لا بلوي إي لوفون أغاش لي فلور دي سوريزي. المطر والريح أغاش. سلو فيرب أغاشي يعني انتزع. مثلا إل أغاش إن دون. إذن هو نزع سنا حيد سنة. إذن نتكلم عن لو فيرب أغاشي. أحيانا نتكلم مثلا عن أغاشي النعبر يعني أنك تنتزع شجرة. لا بلوي إلو فون أغاش لي فلور دي سوريزي. إذن الريح والمطر انتزع أزهار هاد الشجرة. وذات ليلة جاء المطر والريح ثم انتزع أزهار الشجر. pendant la nuit l'orage gronde. إذن في ليلة العاصفة تدوي. le vent souffle. الريح يصفر. la pluie tombe. المطر ينزل. la pluie et le vent arrache les fleurs du cerisier. إذا المطر والريح ينتزعان أزهار هاد الشجرة، شجرة حب الملوك. كوم إلي لي مانتونو. إذا نتكلم عن الشجرة كلمة مذكرة قلنا عنها لي ولم نقل عنها ليد كما ذكرنا في حالة ليغب. في حالة ليغب الكلمة المؤنثة. الكلمة المؤنثة سنقول عنها ليد نضيف أ. الآن الشجرة هي مذكرة سنقول عنها كوم إلي لي. كوم إلي لي. كم هو قبيح
المقصود كم هي شجرة قبيحة. maintenant الآن بعد أن انتزعت أوراقها، بعد انتزاع أزهارها. إذن عندما جاء المطر والريح وانتزع هذه الأزهار أصبحت تبدو لي، لي يعني بشعة مقززة. comme il est لي maintenant، comme il est لي maintenant، كم هي قبيحة الآن. avec ses branches nues، بأغصانها، بأغصانها ني ني بدون لباس، بدون لباس. نقول عن شخص بأنه ني، un enfant ني، un enfant ني. إذا نتكلم عن طفل لا لباس عنده، يعني أنه مجرد من اللباس. هنا avec ses branches nues، بأغصانها العريانة، بأغصانها التي ليس عليها لباس، المقصود التي لم تعد عليها أزهار ولا أوراق. comme il est là maintenant، comme il est là maintenant، كم هي قبيحة الآن. avec ses branches nues، بأغصانها التي لا لباس عليها. mais dans l'herbe verte، mais dans l'herbe verte، ولكن في هذا الوقت عند العشب الأخضر. mille pâquerettes se sont ouvertes، ولكن عند العشب الأخضر. mille pâquerettes، طبعا pâquerettes المقصود بها نوع من النبات البري، أنه يعطي أزهارا صفراء. إذا نتكلم عن نوع من النبات يسمى باكخيت، نوع من النبات البري أنه يعطي أزهارا صفراء. ميدون لير فيرت، ميدون ليرب فيرت، ولكن في العشب الأخضر ميل باكخيت، هناك ألف من الأزهار. سوسون أوفيرت، أنها فتحت، على عكس شجرة حبل الملوك التي فقدت أزهارها وأوراقها. إذا الآن جاء دور العشب الذي شتمته طبعا شجرة حبل الملوك لأنه لا يمتلك أزهارا، الآن هو يمتلك الأزهار التي تتفتح، في حين أن شجرة حبل الملوك فقدت أزهارها. pendant la nuit l'orage gronde le vent souffle La pluie tombe. La pluie et le vent arrachent les fleurs des cerisiers. Comme il est maintenant. Avec ses branches nues. Mais dans l'herbe verte, mille pâquerettes se sont ouvertes. إذا نستأنف فقرة قادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.